شحش. زين، لا حول ولا قوة. شو تريد حجة الست؟ شري. أريد يعني أريد شيء. لا حياة اللي من تنادي. ماكو ماكو من المسبب. ماكو قتل من المسبب. من المسبب هذا أرد شيان. شق الدراجة طالع على باب الله المخبز بالأربعة الصبح وتفاجأ بالصبا. انضرب بالصبا. إلى لوكيشن آخر وتحديدا كربلاء المقدسة. الحواجز الكونكريتية والصبات اللي بالعراق صارت شيء طبيعي وجزء من حياتنا وشوارعنا، بالإضافة يعني لبشاعة منظرها، إلا أنها اليوم أصبحت آلة للقتل. يعني أكو مناسبات يمكن اجتماعية دينية تتطلب أنه أعيادنا قد نحط صبات ونغلق شوارع أمنية، لكن الأهم من هذا أنه ترفع هذه الحواجز بعد ما يتم الاستغناء عن سبب وجودها. لكن اليوم واحدة من هذه الصبات تركت في مدينة كربلاء، و يعني دون اكتراف من الجهة اللي خلتها، أدت إلى ربما قتل أحد الشباب يعني صدامة بها ليلا، مكانها جديد ما معروف وظلمة، وصار بها حادث. مو بس هو، قبل كان أكو سيارة اصطدمت بها، وقبل أبو دراجة اصطدم. لذلك قصتنا اليوم من قضاء الهندية، الشاب اللي اصطدمت دراجته بهاي الصبة أنهت حياته. هاي الصبة يعني مو بس هذا الشاب، حوادث أخرى، لذلك يعني خليتوها، انتهت المناسبة، كان لازم ترفعوها أحسن ما نخسر حياة الناس. أحياناً حتى على الطرق الخارجية مرات يتفاجئون بمنحنيات و متغيرات في الطريق، الناس ظلمة، إنارة ما موجودة بشوارعنا، وتؤدي إلى اصطدام بشكل مباشر بهذه الصبات الكونكريتية. خلونا نشوف هذه الحالة من كربلاء. مراسلنا وليد الصالحي تحدث مع ذوي الضحية، خلونا نشوف. شكرا مازن. طبعا لوكيشن جديد من محافظة كربلاء، كتلة كونكريتية وضعت وسط الشارع أثناء القطوعات الأمنية. هذه الكتلة تسببت بمقتل عدد من المواطنين وإصابة الكثير منهم في قضاء الطواريج أو قضاء الهندية. حقيقة راح أخذ حالة من هذه الحالات، وهي حالة وفاء أو يعني الشاب الذي قتل، يعني حسب قول أهل الضحية أنه الصبة بعد يعني انتهاء الزيارة والأمور الأمنية أنه بقيت هذه الكتلة أو الصبة وسط الشارع، يعني خصوصا في الليل، أنه المواطن أو المار لا يرى هذه الكتلة، مما تتسبب بحوادث كثيرة. وياي والد المرحوم راح يتحدث عن القضية. البقاء بحياتك حجي. حياتكم البابا. حجينا، شلون توفى ابنك او شلون قتل حسب ما قلتوا؟ والله ابني طلع على باب الله، يشتغل بمخبز على باب الله، فبالاربعة الصبح طلع، يعني تفاجئ مترتين عن الصبة. زين، الصبة كانت يعني الشارع العام محطوطة، هي شلون قاطعين على اساس بها الشارع، بس قاطعين شارع حاطيها بنص الشارع، يعني سايد منا وسايد منا. يا ريت يعني شارع مقطوع بالصبات، نقول مثلا نقول منتهي الشغله، مقطوع بثلاث صبات منتهي الشغل. لا، هي صبه واحده مسويها سايدين، بعدين دفعها ابو الشفل خلاها بشكل مايل، اجى ابو السياره سنتافي، صار حادث، فتاذوا زوجته والسائق، وبراها دراجه هاي الشحن، هاي دراجه شحن ما تمشي السرعه، هم دخل مسير او اجى ابني. هاي ابنك قبل يعني دعم بالسياره؟ لا 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 لا، هو اجى طالع الدراجه، جاي سوق الدراجه، طالع على باب الله المخبز بالاربعه الصبح وتفاجئ بالصبه. انضرب بالصبه. البارحه هو صار الحادث، واليوم توفى، وهسه انتظر احنا التشريح من باب الطب العدلي، انتظر ابننا. طيب شو تردون؟ والله الناشد من، يعني المشكله الناشد من، ناشد من، يعني
الان ارد لواء هسه مسؤول اللي اناجده. زين شغله ثانيه، من 10 الصبح متوفي ابني لحد الان، والساعه هسه تقريبا قاربت على 6، واحنا واقفين بالشمس بالشمس، وهسه انتم جيتوا وشفتوا. حتى الجثه ما ينطوها؟ على التشريح، ننتظر التشريح والروتين. زين المن؟ اخاطب من والمن احاجي؟ دم ابني من من يعني ارد طالب بي المن؟ يعني هو 25 سنة صاحب يعني واحدة. يعني عنده بنية ابنية و شحش. زين شو تريد حجي هسه؟ شري اريد يعني اريد شيء. لا حياة الا من تنادي. ماكو ماكو من المسبب. ماكو قتل ابنه من المسبب. من المسبب اريد اشوف مقام ابو الخطة الامنية. يا هو المسبب القيم مقام مال قضاء طويريج او ابو الخطه الامنيه او مدير بلديه ما دز رفع الانقاذ، خلي واحد من عندهم. احنا دعوه قايمين عليهم، نريد حقنا من عندهم، دم ابننا برقبتهم. القيم مقام مال طويريج والخطه الامنيه اللي وضعها ابو طويريج، يا هو اللي على الخطه الامنيه مال عز طويريج اللي سواها، ومدير بلديه، هذول اللي هم المسؤولين عن هاي عن هذا الدم وعن هاي العوائل اللي قبله. المرة متكسرة ضلوعها ورجلها مكسورة رجله، زين، وقبلها ابو واحد من دراجة شحن، وهاي يعني انت كنت حطيتها، ليش ما رفعتها؟ ليش ما رفعتها؟ يعني انت ايش تنتظر يومين تخليها؟ لما تخلص الشباب هاي الكونكريتية ما عندك شبرات بالبلدية، ما عندك امر عليهم، ما خليها يا اخي. اثنين انت على وشك مخليها، هو شارع اصلا ما يم العزم مال طويريج. اعرض نجده مثل كل سنه، كل سنه تعرض نجده تخلص العزاء تخلوه تطلع. ليش مخلي هسه كنت كنت كريتيه؟ هذا قرار القاضي. اشكرك حجينا شو تعود للمرحوم؟ انا اصير عمه، انا بس ارد اقول لو ابن عند مسؤول يخليه يجدمه هدار. يعني هذا الشاب عمره 25 سنه وعده بنيه، يعني راح بدم بارد والله. ايش ماكو شفر عند الدوله؟ زين قبل الساعه 12 بالليل صار حادث، وراحوا اكو شهود عيان بلغوا يابا صار حادث، لا مخليهم في سفوره، مخليهم مكان اظلم. وهذا احد شهود العيان، واحد شهود العيان ما شالوها، مثل ما جابوا الشفل دنوها. ابننا مضروب من الساعه بالأربعة ونص للخمسة ونص الا شالته، وحق الوادي مشي ما شيلت. خاف هم حقوق عشائرية، هم دولة تريد تثبت، بس نريد نعرف حقنا عدمن، نريد نعرف حقنا عدمن. ابننا عمره 25 سنة، يعني من يروح ابننا والله هم عادي، المهم ولدهم مسافرين مرتاحين، كل من حاط ابنه يخاف عليه، واحنا هاي ولد الناس الفقرة عادي، يومية يومية واحد ميت ورافعين الجنازة وعادي، ويجوك بالفاتحة البقية في حياتك وانتهى الموضوع. احنا نريد حق ابننا. يا المسبب ما عندنا أي واحد إشكال، اريد المسبب منه يعطونا حق ابننا. عندنا المسبب يردوه عشائريا، بويا هذا ابنكم يم الفلان هو المقصر. احنا نروح، اذا الدوله ما تريد تاخذ حق المواطن احنا ناخذ حقنا. ابننا مو رخيص، ابننا عمره 25 سنه، اليا متى يظل هذا الدم البارد يخلص ببلدنا. اذا هو حادث غريب صراحة، يعني نريد نناقش هذه القصة اليوم، من تنحط صبة تنسي لو أنه أكو أحد لازم يرفعها، خصوصا في شوارعنا المظلمة مع الأسف.